هو فندم بس يعني تنويه بسيط وانتظام الدفاع لخطة دفاعه. سأتناول أولا الدفاع عن المهتم الأول ثم الدفاع عن المهتم الثاني. الدفاع طبعا عن المهتم الأول والثاني هناك تمايز في المراكز القانونية دون تعارض بينهم. والحاضر أولا عن المهتم الأول دفع انتفاء صرفي سبق الإصرار والترصد وطلب إعمال نص المادة 234 فقرة 1 عن القتل المجرد من الظروف بدلا من نصوص الاتهام الواردة بأمر الإحالة 230 و231 عقوبات. صاحب المعالي السيد الرئيس في دفاع عن المتهم الأول تذكر الدفاع أولا مقولة لأستاذنا الأستاذ الدكتور رمسيس بهنام في كتابه المجرم تكوينا وتقويما أو ما يعرف بعلم النفس الجنائي، فقرر أنه بعد إحدى مؤتمرات العدالة أقر بأنه اتفق سلاطين الفقه الجنائي على أن سداد أي حكم مهما كان موضوعه الذي يحتوي غير معلق على أسبابه بقدر ما هو معلق على فهم المحكمة لواقعات الدعوة، وإلا هبطت الأسباب على غير محل فزادت تضاعيف الشكوى وازداد جرح المكلوم غورا متخذا أي سبيل للطعن لنجدته فيما هو فيه. وكما أقر قضاء محكمتنا العليا وقضائكم من قبل ومن بعد على أن للمحكمة كامل السلطان في استخلاص الصورة الحقيقية للواقع غير مقيدة بما ورد لأمر الإحالة وغير مقيدة بما ورد على لسان شهود الإثبات وغير مقيدة بدفاع المتهم حتى في محضر الجلسة، ملكوت الأمر كله يرجع إلى يقين ووجدان المحكمة الطيب الطاهر. لا يقدح الدفاع في أن الأدلة بما أتت به الدعوى قد أفادت وبما أطفاه المتهم عليها من قوة في اعترافه بأن هناك واقعة للقتل قد تمت، ولكن منازعة الدفاع وإيضاحا لموقف المتهم على حسب ما أوري بالأوراق أنه لا وجود لظرف سبق الإصرار على الإطلاق ولا وجود لظرف الترصد أبدا، وذلك على النحو الذي سيحاول الدفاع توضيحه لهيئة المحكمة الموقرة بما تراءى له من منظور ومطالعة لكافة شهود الإثبات في الدعوة وواقعها التي انتظمتها هذه الأوراق. النقطة الأولى، حينما نرى بأن المتهم قد اعترف بالواقعة على النحو الذي أوري به بالأوراق فإنه من مقتضيات العدالة ألا يؤخذ من هذا الاعتراف ما يضيق عليه ويترك منه ما يفسح عليه، لأن الاعتراف جاء على نحو ليس بحسابات المتهم وليس بفهم ووعي منه بمكنونات الظروف القانونية المشددة التي تصاحب الدعوة أو تصاحب الواقعة أو لا تصاحبها. أتى الاعتراف على نحو وعلى هذا الشكل، وحضور المتهم دون محام معه على النحو الذي أوري فإنه يقول بصدق ما أقره على نفسه وبصدق ما أقره على غيره سواء كان المتهم الثاني، وبأن الظروف التي صاحبت الواقعة لعلها تكون منتفية أو متواجدة، فإذا ما كان ما ورد بسياق الدعوة على النحو الذي طالعناه به وبعد مطالعتكم الرشيدة لها وتعلمنا منها لأنها صاحبة الرؤية الأعلى في هذه الدعوة
فإننا والحال هكذا يمكن القول بأنه إذا ما تكلمنا عن ظرف سبق الإصرار ولم نتناول ما عرفه الفقه وقضاء محكمتنا العليا وأحكامكم من قبل ومن بعد فيه، ولكن هناك تفكير هادئ مطمئن للتصميم سابق للتصميم على ارتكاب الواقع. إذا ما كان هذا التفكير هادئا مطمئنا فإنه يمكن القول بتوافر ظرف سبق الإصرار. وإذا ما انتفى العنصر الزمني أو العنصر النفسي وهما منشأ ظرف سبق الإصرار فإن عدم أو تخلف أحدهما يؤكد أيضا بتخلف الظرف كلية من الواقع. كيف ذلك؟ حينما نرى على نحو اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه سافر في العيد الصغير سنة 2016 على نحو ما قرر، ثم عاد قبل في العيد الصغير عاد في رمضان 2017 سنة، قال علمت بأن هناك علاقة بين زوجتي وبين المتهم رحمه الله، فقال فقررت بعد علمي بها وأنه وضع جهازا للتسجيل على تليفونها وقام بتسجيل بعض المكالمات على النحو الذي أورى، وإن كان قد أورى لأنه قام بمسح هذه التسجيلات قبل الواقعة بأكثر من 10 أيام خشية على حياة أولاده لافتضاح هذا الأمر وتجنب سوء السمعة بالنسبة لهؤلاء الأولاد. قال فقمت بطلاقها. ظل من 2017 من الطلاق إلى 2018، وبعد أن أيقن المجني عليه رحمه الله والذي انتقل إلى رحاب مولاه ولا نتكلم فيه إلا بما ورد بالأوراق، بأنه ظل في هذه العام في هذه السنة طيلة 2018 وهو يقوم بمكالمة المتهم ومهاتفته وتعييره بأنه قد ضاجع زوجته وهي طليقته في هذه اللحظة، أصبحت طليقته فأصبح يتكلم معه على الرحب والسعة في الأرض. هذا ما هو ثابت بالأوراق، هذا ما قرر به السيد مجري التحريات في صاد 54 من تحقيقات النيابة العامة وقرر الحاضر أن السيد مجري التحريات قد أقر في صاد 54 من تحقيقات النيابة العامة بأن المجني عليه رحمه الله قد ضاجع زوجة المجني عليه مرات عدة حسب ما توصلت إليه تحرياته. ذهبت الزوجة إلى تحقيقات النيابة العامة وأدلت بدلوها في الأوراق دون طلب من أحد من أطراف الدعوة منها، حاولت أن تغسل يدها من الموضوع إبراء لنفسها أمام زوجها على النحو الذي ورد بالأوراق، لتقول بأن هناك كانت علاقة بيني وبين المجني عليه رحمه الله نتجت عن أنه شاهدني عند الشخص الذي كان له إيصال الأمانة على هذا المتهم وهو من يدعى صلاح وهبة، وحينما شاهدني هناك قرر بشراء الإيصال منه، وهذا أيضا اتفاق الأقوال مع المتهم النفسي، فاشترى الإيصال. قال ومن تاريخ رؤيته لي قام بمطاردتي وكان يطاردني وكان يطلب مني الذهاب إليه في محل عمله مرات عديدة، ولكني لم أفعل لأنه كان يريد أن تكون هناك علاقة جنسية بيني وبينه، ولم أفعل ذلك ولكني كنت أمالئه خشية على زوجي ناتج للحكم الجنائي بإيصال الأمانة الذي تحصل عليه هذا المتهم، هذا المجني عليه على المتهم الماسل، وهو حكم بثلاث سنوات، والذي جعل المتهم قعيد حبيس لا يستطيع السفر لأنه أصبح هناك الحكم، ف
فإذا ما أراد السفر واستخراج تصريح للعمل فإن الحكم لا بد أن يتم المعارضة فيه أو اتخاذ أي من طرق الطعن، وعليه فإنه لا بد أن يتساوى أو يتصافى مع المتهم، الماس المجني عليه يتصافى مع المتهم في قيمة المبلغ. والذي أورى المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومجري التحريات بأن أصل هذا المبلغ كان 32 ألف جنيه فندم، ولكنه كان قد ملأ الإيصال لأنه كان على بياض بمبلغ 100 ألف جنيه وكان يطالبه بال 100 ألف جنيه، وهذا أمر أعجز المتهم الماسري عن الوفاء. فأصبح المتهم والحال هكذا، وما قرر به التحريات في هذه الجزئية وما نتج عن اعتراف المتهم الذي لا محالة سنأخذه به، ولكن فيما يتيقن في حقه في هذه الدعوة، ونحن نعلم بقضائنا العادل وعدل القضاء في تناوله للأمر والدعوة. إذا ما كان الأمر قد وصل إلى هذا الحد فإننا نقول لأنه إذا ما كان الأمر على هذا النحو وأن المتهم حاول أن يتصافى مع المتهم ويتفق المجني عليه ويتفق معه ولكنه أعرض جانبا ولم يوافق، وكان ذلك بإقرار السيد مجري التحريات على واقعة القصف، ليش يا فندم مثلا، وقرر أي حاضر مع المتهم الأول بأن السيد مجري التحريات قد قرر بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم قد حاول وديا أن يتفاوض مع المجني عليه رحمه الله لسداد أصل المبلغ، ولكن المجني عليه كان يرفض هذا التفاوض ويصمم على أصل المبلغ الذي أثبت في الإيصال بإقرار، ويصمم على طلب أصل المبلغ المثبت في الإيصال حسب ما قرر مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة. أدى ذلك فندم أن المتهم ظل طيلة هذه السنة 2018 إلى أن أتى رأس السنة الجديدة 2019 والذي قام المتهم بارتكاب الواقعة فيه تحت تأثير عنصر نفسي لا يمكن أن يقال فيه بتوافر الهدوء والروية الذي اشترط في ظرف سبق الإسراء، لأنه حينما تعلمنا من قضائنا العادل وقضائكم المبجل أنه والحال هكذا، إذا ما قلنا بتوافر الظرف لا بد أن يكون الهدوء والروية مصاحبا للتفكير وطول المدة، لا يمكن أن يتجرد أحدهما من الآخر. فإذا ما تبين للمحكمة من الوقائع التي طلعتها أن المتهم وضع تحت تأثير نفسي وأزمة نفسية عصيبة كانت تقض مضجعه ليل نهار طوال سنة كاملة تمثلت في الاعتداء على شرفه وعرضه، والذي أقر به السيد مجري التحريات وأقر هو باعترافه به، والذي أفاد أيضا بأن هذا الذي حدث له قد أفقده الروية والهدوء وهما المتيقنان في توافر ظرف سبق الإصرار مع العنصر الزمني. يا صاحب المعالي، هناك حكم فريد لمحكمتنا العليا ولأحكامكم الجنائية من قبل ومن بعد أرساه لنا السيد المستشار الجليل أول رئيس لمحكمة النقض عبد العزيز باشا فهمي فيما يعرف بقضية مأمور مركز البدائل، والذي أكد فيه بأن المتهم الذي قام بقتل مأمور مركز البداري قد رأى والده وهو يضرب ويصفع على وجهه ويداس بقدم الضابط على نحو رآه وهو في سن الثالثة من عمره، فأصبحت هذه الصورة لا تفارق المتهم طيلة 15 سنة حتى إذا استقر الأمر وأتيحت له الظروف بقتل مأمور المركز بعد ترقيه من ملازم أول إلى مأمور قام بقتله، فقيل بأن طيلة 15 سنة هذه لا يمكن أن يقال بتوافر المدة على هذا النحو بتوافر الهدوء والروية مع المدة،
لأن صورة المتهم، صورة والد المتهم التي كانت لا تفارق المتهم أبداً طيلة هذه الفترة، تقض مضجعه وتؤذي مشاعره وتنتابه في طعنة كرامته وكرامة أبيه، لا يمكن أبداً بالقول بأنه يمكن أن يتوافر سبق الإصرار بعنصر الهدوء والطمأنينة التي أقرته أحكامكم الجنائية وأحكام محكمتنا العليا من قبل ومن بعد. بقي لنا أن نتحدث عن ظرف الترصد أيضاً، وهو الذي أقرت أيضاً أحكامكم الجنائية وأحكام محكمتنا العليا من قبل ومن بعد بأنه لا يمكن أن نقول بتوافر ظرف الترصد إذا ما كان المتهم قد ذهب إلى محل إقامة المجني عليه، وذلك قولاً واحداً جملة وتفصيلاً. وعذراً لمناهل العلم الذي طلعتها، ففي أحدث الطبعات لقانون العقوبات أستاذنا الأستاذ الدكتور فتحي السرور أفندم طبعة نادي الأضواء 2016 تكلم عن ظرف الترصد وذكر حكماً جليلاً لمحكمة النقد محكمتنا العليا، والذي قرر فيه بأن ذهاب المتهم إلى حيث سكن المجني عليها وتربصه بحظيرة الدواجن حتى إذا ما طالعها في حجرة نومها فوجدها مستلقية فدخل إليها وقام بقتلها، فإن ذلك لا يمكن أن يقال بتوافر ظرف سبق الترصد ذو الطبيعة العينية لانعدام المباغتة، لأن العلة في توافر هذا الظرف هو أن يؤخذ المتهم غيل المجني عليه غيلة وغدرا في مكان يتربص فيه المتهم. لا يمكن بالقول ابدا ان هذا المكان كان المتهم على المجني عليه على علم بخفايا وزوايا المكان، عكس تماما ما يكون بالنسبه لعلمه وتوافره بالنسبه للمكان الذي تم القتل فيه. هذا فقها وقضاء، هو ما تعلمناه من احكامكم واحكام محكمتنا العليا. حتى اذا ما سئل المتهم في تحقيقات النيابه العامه، في صاد 35 من تحقيقات النيابه العامه فندم، قرر بأنه بسؤال أول: هل كنت تعلم ملكية المعرض الذي تمت فيه الواقعة لمن؟ قال له أيوه عارف أنه هو المعرض ملك المجني عليه. سأله ثانية: ألم يخطر ببالك أن تقوم بتفقد المكان أو عاونك أحد؟ قال له لا، أنا ما عاونيش حد، إن الموضوع جه في دماغي بالصدفة. قال له في سؤال ثالث: وكيف قمت بالذهاب إليه وأنت تعلم أن هناك كاميرات مثلا؟ قال: أنا أعلم بأن هناك كاميرات، ولكنني قمت بارتكاب الواقعة انتقاما لشرفي الذي قام المجني عليه رحمه الله بتلويسه على حد قول المتهم الماسل وعلى حد ما ورد بأقوال مجري التحريات بتحقيق النيابة العامة، عذرا وعفوا ليس من أنفسه. إذا ما كان الأمر على هذا النحو فإنه قد انتفى ظرفي سبق الإصرار والترصد، وحق للدفاع أن يطلب من محكمته على هذا النحو إعمال نص المادة 234 فقرة 1 يا فندم المجردة من قصدي سبق الإصرار ومن أي قصد، لأن فقرة 2 فيها الاقتران، ففقرة 1 هو القتل المجرد من أي قصد. وهذا أبسط حقوق الدفاع، وهو ما لا يضيع به حق المجني عليه، ولا يفتئت ولا يتكلم في صحة الاعتراف من عدمه، ولا أناطح في أدلة الثبوت الموجودة في الدعوة. هذا من ناحية. ما هو المتهم التاني؟ أنا قلت أترافع عن المتهم الأول يا فندم، بعد كده المتهم التاني. أنا قلت تميز المراكز القانونية يا فندم. هو بعدين يا فندم معلش، أنا جيت والله أنا جهزت المرافعة في ساعة والله. أنا كنت مجهزها قبل كده، بس أنا عشان عذرا عشان تنظيمي الجديد في الدوائر، فوالله أنا جيت هنا المحكمة بدري ساعة، وقعدت جهزت المرافعة يا فندم عشان خاطر لو المحكمة قالت ترافع ترافع، واخد بال حضرتك؟ فما رضيتش اجل لاي طلب، حتى فض الكاميرات الفلاشه يا فندم، انا قلت النيابه العامه قالت فيه ايه، فمش معقول انا بصراحه هطعن في قول النيابه العامه استحي. فاذا ما كان الامر على هذا النحو فاصبح المركز القانوني بالنسبه للمتهم الثاني والحاضر مع المتهم الثاني دفع بانتفاء الجريمه بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم الثاني، ودفع بانتفاء الاتفاق الجنائي
وعدم وجود ثمة دليل عليه سوى ما قرر به مجري التحريات ودفع بانتفاء القصد الخاص نية إزهاق الروح وبعدم جدية التحريات فيما وردت بشأن المتهم الثاني من اشتراكه في الواقع وانعدامها لعدم وجود ثمة دليل يؤاذرها فيما أتت به لموقف المتهم الثاني. المتهم الثاني يا فندم ما هو ثابت في حقه في الأوراق؟ هو أمرين. الأمر الأول، هل كان يعلم بارتكاب المتهم الأول للواقعة على النحو الذي ورد بالأوراق؟ وفي شقين لموقف المتهم الثاني، وهو موقف وجوده أمام المعرض وتبيان كاميرا التصوير لوجوده بدفع أحد الأشخاص، وأن ذلك يمكن أن يعزى إلى أنه يشترك في الجريمة فيحاول أن يفسح للمتهم طريقه للخروج، كما أوردت النيابة العامة في إيماء لأقوال المتهم حسب وورد بتحقيقات النيابة العامة وبأمر الإحالة. والأمر الثاني بخصوص السلاح الذي استخدم في ارتكاب الواقعة، هل كان المتهم الثاني على علم به أم أن المتهم الأول قام بترك هذا السلاح في التوك توك على النحو الذي أورى، أم دون علم المتهم الثاني بماذا ترك نتيجة للصدمة العصبية التي قد مني بها المتهم الثاني على النحو الذي أتت به الوقائع والأوراق، فكيف ذلك؟ بالنسبة لواقعة وجود المتهم، لأنه قرر في صاد 29 و30 و35 فندم من تحقيقات النيابة العامة، قرر المتهم الأول في صاد 29 و30 و35 من تحقيقات النيابة العامة في مجمل التحقيق، معلش يا فندم يعني ما أنا بس عشان والله قد يكون الدفاع ييسر على المحكمة في الاطلاع، فعذرا يعني إذا كنت تناولت الأمر عشان أحدد بس الأماكن. في 29 و30 و35 قرر بأن المتهم الأول قرر بأن المتهم الثاني لم يكن يعلم إطلاقا بقيامه بارتكاب الواقعة، ولم يكن يعلم بوجود السلاح الذي كان معه أثناء قيادته للدراجة البخارية التوكتور. ده ما قرر به المتهم. كيف ذلك؟ يعني معلش تدينا على هذا يا فندم، لأن أنا قدامه للتحريات هو أشك، ولا يوجد دليل آخر في الأوراق يؤكد اشتراك المتهم الثاني في الواقعة أو مساهمة التبعية على أيها، ودفع بانعدام المساهمة التبعية للمتهم الثاني بأي من صورها في الواقعة على نحو ما قرر به المتهم الأول وما جاء من أقوال المتهم الثاني نفسه. المتهم الثاني يا فندم حينما قيل بأنه متواجد خلف خارج المحل، قال حسب رواية المتهم الأول وتوصيف حدوث الواقعة، نزل فندم من التوك توك وذهب هو وهو يضع السلاح على النحو الذي ثبت من خلال الأوراق تحت البلط الذي كان يرتديه المتهم الأول، لا يعلم عنه المتهم الثاني شيء. وكل ما هو ثابت في حق المتهم الثاني من المتهم الأول بأنه قال له أو اتصل به أو تم أخذه يذهب به إلى مقابلة والمجني عليه في مكان الواقعة دون أن يحدد أنه ما العلة في الذهاب إليه، فقال بأنه قام بالذهاب به وأنزله، فظل المتهم الثاني على حد ما قرر بأنه موجود في الخارج وأن عمه قد تلف إلى المعرض لمقابلة المجني عليه رحمه الله، فإذا به يسمع صوت انفجار شديد في أول الأمر والانفجار الثاني، فمكان الشخص الطبيعي للمتهم الثاني يثيره هذا الأمر في مثل سنه وفي ظروفه، فنزل من التوك توك مترجلا ينظر من خلف المعرض على النحو الذي يمكنه من رؤية ما هذا الذي حدث وما سر هذه الانفجارات، هما الطلقتين الخرطوش
اللتان أطلقتا من المتهم الأول. فإذا به يرى المتهم الأول ينزل مسرعا من سلم الطابق الثاني لأنه يراه من الواجهات الزجاج ويخرج جريا، فإذا به وهو في هذه الحالة ويجد عمه خارجا حاملا لهذا السلاح مسرعا، ورؤيته بأن هناك حدث جلل قد حدث من جراء هذا الأمر، فلا وجد أن هناك شخص يقف أمام المعرض، فقام بدفعه على النحو الذي أورد بالكاميرا. عذراً يا فندم، هذا الأمر لم يكن لشخص موجود بالداخل، ولكنه كان لأحد الأشخاص الذين كانوا متواجدين خارج الأمر للجري، قد يكون ذلك لخشية منه بأن عمه قد فعل أمراً بالداخل وأطلق النار، فربما يصطدم بهذا الرجل أو يمنعه الرجل فيقوم بالإطلاق عليه مرة ثانية. هذا تصرف من طبائع الأمور الذي تحدث. وأنا حينما قرأت الواقعة على النحو قلت بأنني لو أنا الذي مكان المتهم الثاني وتم هذا الأمر وكان شقيقي مثلاً بالداخل وجاء على هذا النحو، ففزعاً من هول ما رأيت أو من هول ما أدرك عقلي بذلك ستكون مني حركة تلقائية على هذا النحو، أقوم بدفع أحد قد يكون في مرور عمي وهو حامل السلاح أو بالركض وراءه على حسب ما نحو. لذلك هو فسر المتهم الثاني يا فندم الدفع بأنه حركة تلقائية حسب ما ورد بتحقيقات النيابة العامة، وأنه قام بمصاحبة عمه على هذا النحو بالمصافة لأنه قام بالجري وكان بطبيعة الأمر ينتظره حتى يقوم باستقلال الدراجة البخارية والذهاب بها نحو صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء. نهاية لهذا الأمر أنا أقول بأن الدعوة كلها موكولة إلى عدل الله وإلى عدل القضاء، يلهمكم فيها البصر والبصيرة والرشد والسداد، هذا أقصى ما يتمناه الدفاع. وبالتالي فإنه على النحو الذي أتت به، فبالنسبة للمتهم الأول بعد أن رأت المحكمة شتى ظروف وملابسات الدعوة أن تأخذ المتهم بقسط من الرأفة استنادا لنص المادة 17، لأنه وإن كانت المحكمة تسير في طريق العدالة لهذه الدعوة فإن كانت روح المجني عليه على يمين الطريق تستصرخها بأخذ حقها، وإن كان المتهم هذا فروحه على يسار الطريق تناشدكم بأن شرفه هو الذي جعله يفعل هذه الفعلة التي قام بها. أشكر لعلاتكم أفندم حسن الاستماع وفصح الصدر، وأسمم على طلب الطلبات الذي أتت بمحضر الجلسة بالنسبة لدفاع المتهم الأول وطلب البراءة بالنسبة للمتهم الثاني، ومن باب الاحتياط استعمال أقصى درجات الرأفة للمتهم الأول. شكرا يا فندم، على ربنا عز إمامك يا فندم. ما انا اقول لحضرتك رئيس بس في شك معين انا القانون انا يا فندم والله اخر مره اتكلم انا والله ما عايز اصادر على المحكمه ما قطعتش حضرتك لا يا فندم المتهم اخر مره اتكلم